2003 توفيت أمال بشارة بحادث أليم رهيب، ودي كانت ضربة قاسمة للويس بشارة وللأسرة كلها. كانت نقطة تحول كبيرة قوي في حياتنا كلنا، لأنه ماما كانت هي اللي بتدير صناعة الملابس بالكامل. يعني أحلى سنين أنا كنت بشتغل فيها أزاريل ديزاينر، ما عنديش هم صناعة أو غيره، كان في وجود ماما. يعني ماما هي اللي كانت جنبي وهي كانت بتدير المصانع كلها، فطبعا عدم وجودها قلب انه نيلي دخلت على مصنع نسيج وإدارة، يعني بقى رجعت مع بابا بدأت نسيج، وقرر ان هو يعني اونرينج للوالدة، يعطيها يعني الشرف انه يقوم لها المصنع تاني، المصنع بتاعها اللي هي بتحبه. فنيلي بدأت تشتغل على فكرة لوحة دي، رسمها تاني يوم وفاتها، رسم لوحة لكل بنت. هو كان بيرسم كمان. ما كانش بيرسم قبل وفاة ماما، كان بيرسم وهو طالب صغير، فرسم لكل بنوتة فينا بورتريه لماما. الأسبوع يعني تاني يوم وفاتها قعد يرسم. وفاة أمال بشارة بالنسبة للويس بشارة كانت إيه؟ كانت صعبة قوي، لأنه هي في حب رهيب ما بينهم، وكان صعب، بس حسيت ان ربنا كان مرتب ان احنا نبقى عايشين جنبه. ياسمين فوق بابا وانا قدامه، فوجودنا يمكن كان بيخفف، الاحفاد كانوا بيخففوا من عليه. كانت شوك صدمة. كبير. هنخرج فاصل قصير، وبعد الفاصل نواصل بقى ونتكلم عن الأب لويس بشارة.